كل حد منا عايش في عالم خاص به. قبل كل شيء هذه حلقة الأولى من برنامج مش مثير للجدل، البرنامج اللي نجيبه فيه مواضيع مش مثيرة للجدل بس مفروض تاخد حقها وتكون مثيرة شوية للجدل. كل حد منا عايش في عالم خاص به، جيل زد خاصة. فكروا معي شوية في مفهوم الانترنت، هو باختصار عالم كامل نقدر نديروا عليه أي شيء نبوه في أي وقت نبوه، بس هذه مرات تكون جزء من المشكلة. شوف معي، هل بالدراسات أظهرت أن الجيل زد هو أكثر جيل مصاب بالوحدة وبالأمراض النفسية في تاريخ البشرية؟ يعني تخيل ضخامة الموضوع، هو مش واحد من أكثر الأجيال، لا هو أكثر جيل. ممكن يكون السبب لأن احنا نعيش في عالم كامل وحياة كاملة، مجموعة من التجارب بدون أي رقابات من أهلنا أو من حد كبير. يعني مثلا لو قلت لك برا اسأل أهلك لو يعرفوا بيلي آيليش ولا مسلسل جيم اوف ثرونز ولا قضية جوني ديب، هل تتوقع يعرفوا أي حاجة منهم؟ على الأغلب حيقولوا لك لا. فكر شوية، كم تستهلك من حياتك ووقتك على الإنترنت أساسا؟ إنك تحس إنك مش مفهوم أو مش واخدينك جديات في حوشكم ومنزلك ومع الناس الأقرب ليك، هذه نقدر نقوله إنها أول خطوة نحو الوحدة. يعني لو ما تقدرش تتواصل مع الناس الأقرب ليك، كيف تتوقع تتواصل مع أي حد أساساً؟ وهذه مش قصة كلاسيكية على كيف إن شخص أهله مش فاهمينه وذكي، بس الموضوع أكبر وأكثر ضخامة من الجبل. فبعد الكلام اللي قال هذا، في سؤالين يطرحوا نفسهم. السؤال الأول، كيف نحمو أنفسنا ونحمو الأجيال القادمة من الحاجات هذه اللي تصير بسبب السوشيال ميديا؟ والسؤال الثاني، هل تتوقع أن مع تطور التكنولوجيا وانتشار السوشيال ميديا أكبر تزيد تنتشر الأمراض النفسية والوحدة أكثر من هيك؟ ما تنساش تكتب رأيك في كومنت، ولو عندك حل تعتقد أنه هو مناسب، ونتلاقوا في حلقة ثانية من المش مثير للجدل على الواو ليبيا.